اهلا ومرحبا بكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناة ديال وصفات حسناء بيوتي. اليوم بغيت نبارطاجي معكم الطريقة ديالي في واحد المقارونية اللي كتعجبني، اللي الشكل ديالها بحال هكذا، كتجي هكذا بحال بابيون. كنديرها بلاصوص بولونيز اللي انا صراحة هنا عندي جاهزة، خديتها جاهزة وكنحتاجوها البنات. انا غادي نديرها بالفرماج ولاصوص طوماط بولونيز، وغادي ندير معاها شويه ديال الكفته. عندي هنايا الكفته، عندي هنايا هذا الفرماج، كنستعمل هذا الفرماج هذا، تيكون على هذا الشكل هذا، كيعطي واحد البنه اللي هي زوينه. هنا كيف ما قلت لكم عندي لاصوص بولونيز جاهزه، لاصوص طوماط بولونيز. وغادي نحتاجوا بالنسبه للبهارات، غادي نحتاجوا هنايا عندي انا جوج فصوص ديال الثوم اللي شي شويه كبار، انا صراحه كتعجبني الثومه. وغادي نحتاجوا معلقه صغيره، راس معلقه عفوا ديال الابزار، والبابريكا، وقبصه ديال الملح. وبالنسبه للبنات لهادي انا ديجا راني حاطاها كتسلق، وبغيت دابا نبارطاجي معكم الطريقه ديال كيفاش غادي نوجد الكفته ديالي هي ولاصوص، غنحطهم يطيبوا وخليكم هنا. البنات جبت هاد الجميله هادي او المقله، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، غادي نكب الكفته ديالي، غادي نشرملها فيها، وغادي ندير فيها كلشي. كتجي واعره البنات، وغادي نديرها عاوتاني في الفران. ممكن تستعملوا اي مقرونيه بغيتو. هنا البنات درت قزبر ومعدنوس، ضروري انايا خصني قزبر ومعدنوس، كيعجبني هو والثومه. غادي نحيد القشره ديال الثومه باش غادي نحكها، باش غادي نحطها شويه تشحر عاد باش نزيد عليها ديك لاصوص بولونيز. كتجي واعره البنات، جربوها، اكيد ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها، كتجي واعره بزاف. غادي نحك البنات دابا يا الثومه، اللي ما بغاش يدير الثومه ممكن انه يتخلى عليها. انا صراحه كيعجبني الطعم ديالها في لاصوص. تستعملوها في وجبة ديال الغدا، وجبة ديال العشاء، كتجي واعره. انا بدا بالنسبه ليا كتعجبني بزاف وسريعه في التحضير، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. كما قلت لكم البنات غادي نديها دابا فوق النار تشحر ليا شويه، وعاد غادي نزيد عليها لاصوص. انا ديجا لاصوص هادي ديجا واجده، يعني بغيت غير ندمجها مع هذا باش تجي عاوتاني شويه سخون باش طيب مع الكفته. البنات انا هنايا كيف ما كتشوفوا المقرونيه ديالي ها هي تسلقات ودايره هكا تسقطر. فهاد الاثناء البنات غادي ندير ليها شويه ديال الزبده، غادي ندهنها بالزبده، لان ضروري ديك الاضافه ديال الزبده كتعطيها واحد المذاق خطير. خليكم معايا. غادي ندير ليها دابا الزبده، كتشوفوا ندير ليها زبيدة وانا نزيد شوية. غادي نحاول نبدا نحرك في ديك الزبدة في وسط لاباط
باش البنات كنديروا ليها الزبده باش عاوتاني ملي كتسقطر وكتنشف ما كتوليش تلصق، وفي نفس الوقت حتى الزبده كتعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. ضروري البنات سباغيتي المكرونيه ضروري البنات انكم ديروا ليها الزبده، اون فوا تحيدوها وتخليوها كتسخطر ضروري ديروا ليها واحد الطيب ديال الزبده وتخلطوه معاه بحال هكذا، وعاد تخليوها البنات تسخطر على راحتها. هذا هو المولى البنات اللي غادي ندير فيه سباغيتي ديالي ان شاء الله، باش غادي ندخلها للفران باش يذوب الفرماج. دابا اجي دوزو معايا نشوفوا الكفته ديالنا. ولا البنات هاي الكفته ديالنا ولات كتوجد، غادي نحاولوا ان نزيدوا ليها دابا لاصوص، غادي نزيدوا ليها دابا لاصوص البنات، وغادي نبقاو مستمرين البنات في التحريك. عرفتي البنات واحد الريحه اللي رائعه 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 كتجي واعره. انا صراحه هاد الطريقه هذه كتحمقني، قلت ضروري خاصني نبارطاجيها جهه معكم، لان المذاق كيجي هائل روعه روعه. صافي البنات دابا هنايا انايا راه تقريبا الكفته ديالي طابت، خليت غادي نخلي فيها غير هاد لاصوص هادي غير شي شويه، انها بحال غير نشحرها مع هاد الكفته وهادي شويه وغادي نحيدها. البنات انا رجعت لكم، هنايا البنات الفخوماج ديالي حكيتو وجدتو، لاصوص ديالنا ها هي كيفاش ولات، ولات غزاله، حطيتها غير شي شويه البنات غير تشحرات معها شي شويه وحيدتها. كيف ما قلت لكم عاوتاني هنايا المول اللي وريتكم من قبل دهنته بشويه ديال الزبيده، ودابا غادي نهز داك البنات سمحوا لي مشيت باش ناخذ معلقه مبغيتش نخليكم كتسناو. غادي نفرش البنات هادي المقرونيه ديالنا، غادي نفرشها بهذا الشكل. كتجي البنات بحال لازانيا، وهنا البنات غادي نديرو شويه ديال لاصوص، نحاول ان نوزعوها عليها. انا متاكده ان الطريقه هذه غادي تعجبكم بزاف، الناس اللي كيحمقوا على المعجنات اكيد هاد الطريقه هادي غادي تعجبهم. عرفتي البنات لاصوص هادي اللي صايب تاكليها غير بوحديتها جات واعره. انا صراحه كتعجبني ملي كندير فيها الثومه. كتجي احسن من ديال المحلات. صافي كنحاولوا ان نوزعوها عليها بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ دابا الفرماج ونديروا الطبقه الاولى ديال الفرماج. انا صراحه انا البنات انا كناخذ هذا الفرماج هذا كيعجبني على الاخر. انا كيعجبني هذا الفرماج، ممكن نتوما تحتاج يعني تستخدموا اي فرماج عندكم موجود. دابا عاوتاني البنات غادي نديرو شويه من هادي عاوتاني الطبقه الثانيه. ضروري نستخدم يديا، الا ما جيتش نستخدم يديا غادي نبقى حتى الغدا كنعتبر.
اسمحوا لي نغسل يدي. البنات هنا رجعت لكم، غادي نديرو دابا غادي نضيفو الطبقه اللي بقات لنا الاخيره ديال لاصوص بولونيز مع شويه ديال الكفته. ودابا بقات لينا اللمسة الأخيرة اللي هي الفخوماج. أنا عرفت أنه وقيلا هاد الفخوماج اللي حكيت دابا ما غاديش يقدني، غادي نحاول أني نحك العلبة الثانية لأن هي من فوق كتبغي ضروري الفخوماج. البنات هاني من بعد البنات ما حكيت عليها الفخوماج للتوضيح، بغيت نوريكم الفخوماج اللي استعملت لي صراحة أنا شخصيا كيعجبني. هو هذا البنات، هذا هو اللي استعملت. مهم البنات دابا غادي نديها دابا الفران، غادي نشعلها الفوق والتحت، غير يدوب هذا الفخوماج اللي في الوسط وهذا اللي من الفوق، وغادي نخرجها وغادي نوريكم إن شاء الله الشكل. البنات هاو من بعد ما خرجتها من الفران هاو الشكل النهائي ديالها، غادي نقطعوها باش نقدموها في باش تشوفوا. البنات ما نقولش لكم على الريحة، ضروري خاصكم تجربوها ضروري، وانا متأكدة مليون في المئة انكم غادي تجربوها. البنات هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه. ما غاديش نذوق دابا باش ما نشهيكمش. المهم كنتمنى ان هاد الطريقه ديال سباغيتي اولا ديال المكرونيه تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. كنتمنى ان شاء الله عاوتاني انكم تجربوها، ودائما ما تنساوش انكم تدعموني بلايك وانكم ديروا لي اشتراك وديروا تفعيل الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلكم كل جديد كنحطو في القناه ديالي. وما تنساونيش من التعليقات المحفزه ديالكم باش ان شاء الله نزيد نعطيكم اكثر واكثر. وشكرا بزاف على المتابعه، والسلام عليكم. شكرا، باي باي.